دلوقتي ان انا هحط فلوسي كلها في ايديك يا ماما، وهخلي معايا بس توكيل. انت مش عايزه تقولي لي مره واحده كده انك انت هتسيبي الشغل عندي فدخلتي في موضوع العريس دي عشان تجيبيها لي واحده واحده؟ طب كده الفلوس كملت؟ اه عدوهم بقى علشان ما يبقاش فيه لخبطه، والنبي احنا مش ناقصين. بقول لك ايه يا لولو، لو عايزه حته امان قوي تشيلي فيها فلوسك قولي لي، عشان البيوت اليومين دول مش امان. عمرو تاني؟ انت ايه؟ اتجننت دوية ولا ايه؟ ما تكلمي رشيد بيه يا ماما ناهد. اهي حتى ولاء معانا اهي. حاضر. انت ما تعرفيش حاجة عن اخوك مصطفى؟ مصطفى؟ ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ فرغ لي كل المكالمات والرسائل على سيدي لغايه ما اجيلك. صباح الفل يا ماما. صباح النور يا حبيبتي، ازيك يا رحمه؟ ابويا مشغول في المحل، واخويا بقى بياخد كورسات كمبيوتر، نفسه يفتح سايبر. ما شاء الله، ان شاء الله ربنا هيكرمه. يا رب ادعي لنا كده يا ماما زي ما دعيتي ليسرى. يا رب ربنا يكرمنا كده ونبقى زيها. انتي لسه برضو مش مصدقاها؟ لا، وشكلك انتي كمان بتكذبي علي. انتي عارفة حاجة ومخبيها علي. يا بنتي ارحميني، انتي بكرة تبقي أم وهتعرفي النار اللي قايدة جوايا من قلقي عليه. خلاص يا ماما انا هقولك الحقيقة بس مش دلوقتي، هعدي عليكي بالليل بعد الشغل اروحك واحكيلك على كل حاجة. 12 كويس؟ طب وانتي ليه هتقلقيني بس؟ ما انا حلفت والله هحكي لك، بس فريدة بعتاني مشوار ما ينفعش اتأخر عليها اكتر من كده، لازم الحق. طيب ماشي، انا هستناكي. هستناكي يا رحمة، ما تأخريش علي. حاضر والله يا ماما، المهم انتي بس ما توقعيش بلسانك معاها في اي حاجة. حاضر حاضر، بس ياكش انت بس متتنسي ولا حاجة. انا حلفت. طيب خلاص 12 هجيلك. طيب يا حبيبتي بالسلامة. الله يسلمك. بالسلامة، استر يا رب. يا يسرى بقولك انا وصلت مامتك الشغل وقلت لها هعدي عليكي 12 بالليل اخدك عشان ما تطبش علينا بقى ومسعود عندك. والله ما انا عارفه من غيري كنت عملته ايه. ده اقرب باب لفيلة يسرى، يعني التامين اللي معاك لازم يكون قريب من الباب ده، وانا الامن اللي معايا هيقول لي مين داخل امتى. كان نفسي بقى معانا عين جوه البيت، بس كده احسن عشان ما يشكوش في حاجه ولا كده، نقدر نمسكهم متلبسين يا حسام. يا رب يا طارق، ساعتها اكون شفيت غليلي. حسام شيل موضوع الانتقام ده من دماغك، فكر فيها انها قضيه كبيره. ماشي. سيادة اللواء شاف مكالمات ورسائل امبارح؟ طبعا، بس بيني وبينك حاسه خايف من رشيد، عشان كده مش عايز نتحرك اي خطوه ونعمل اي حاجه غير لما نبقى متاكدين. حضرتك تحبي ماده للتحويل تعملي حساب مشترك بيكم انتوا الاثنين، بحيث لو حبيتي تتصرفي في الحساب يبقى ليك حق تصرف. لا لا لا، أنا عايزة أحول كل الفلوس اللي في الحساب باسم سيف. تحت أمرك. تفضل حضرتك اقعدي هنا. Thank you.
تمام يا استاذ مصطفى. اوكي ميرسي جدا. يا خالد، ايمان وميرا خلاص حولوا لي الفلوس على حسابي. بقول لك يا عمنا، هتسيبك من الحكايه الطويله دي وهات من الاخر ولنا الفايده. ماشي. الموضوع ما فيه نهايه. حته ارض في الفيوم، الارض دي معبيه من جواها بلاوي، واصحابها عايزين يبيعوها زي ما هي كده، وما لهمش اي حاجه من الحاجه اللي هتطلع. وانا ورجالتي جاهزين نطلع الحاجه دي في يوم واحد. وانت متاكد من الناس دي؟ اضمنهم برقبتي، لان الناس دي ملهاش في اللعبه اصلا. وما تنسوش ان كل مليم هتدفعوه شامل كل حاجه لحد ما يوصل لكم مكسبكم لحد عندكم. ولو حد فيكم عجبته حته ياخدها، بس يقول لي عشان اقسمها من المكسب. طب انت قلت ان هيبقى معانا شركه في الحكايه دي، فين الشركه دول؟ يعني الاحسن ما تعرفوش بعض. طب وانت ايه اللي يعني تضمن منين ان الارض دي شياله؟ مش يمكن تبقى بور؟ حاضر يا سيدي. اتفرج يا باشا. مصر جدا. تمام؟ تمام. طب ماشي. وعشان تطمنوا اكتر، الحاجه اللي طلعت دي هنستلمها من اول يوم ندفع فيه الفلوس. ها نقرا الفاتحه؟ نقرا الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت بتعمل ايه هنا وعمال تلف حوالين الفيلا كده ليه يا منصف؟ هقول لك يا عم عادل، بس وطي صوتك، ربنا يستر عليك. انت خلاص انت اهو. ده حسام بيها ولا قال لي انا وشعبان ومطوع ومحمد رشاد اننا نائب ست يسرى وولاء ورحمه زي دلهم بالظبط، هم بالله كل تحركاتهم، وانا هنا عبد المامور. حسام بيه؟ حسام بيه مش ناوي يجيبها لبر. اسمع، امشي من هنا دلوقتي وحسك عينك، حسك عينك حسام بيه يعرف ان انا عرفت. حاضر. هتبقى بقاطع عيشك يا منصف. يلا حاضر يا عماد. خلاص يلا يا منصف. خلاص يا عماد. حاضر حاضر. حبيبي، بالنسبة لموضوع الفلوس، أنا مش بس أدي لك فلوسي، ده أنا أدي لك عمري كله، بس نفسي ترجع تحبني زي زمان يا سيبي. ميرا، أنت لسه بتحبيني زي الأول؟ ده أنا بموت فيك يا سيف، أكتر من الأول بكتير أوي. إيه بقى الضحكة دي؟ مش فاهمة. لا أبدا، مبسوط بس إنك لسه بتحبيني. تديني حضن حلو بقى. لا بس إيه؟ بنت رحمة دي مش سهلة، خلي بالكوا. آه مسيطرة جامد. خليها الواد متكعبل ومتزحلق جاي على وشه كده. أي خدمة. هو مسعود بس، أمال إبراهيم إيه؟ أيوة ده ما شالش عينه من عليكي. احمدوا ربنا بقى إن هو عمل العملية، ده عمل العملية دي بس عشان خاطر عيونها. يا ساتر يا رب، هو أنتوا كنتوا قاعدين عشان تشوفوا العملية واللي هيجرى فيها، ولا قاعدين تراقبوا فيا أنا والواد؟ غلوشي غلوشي على الموضوع بقى عشان ما ناخدش بالنا. هروح انا دلوقتي بقى عشان اروح امك بدل التذنيبه دي، وكنت موعده فريده ان انا اقضي معاها الليله دي يعني قبل ما اسيب الشغل. ايه ليه تسيبي الشغل ليه؟ ليه هتسيبيه؟ ما انا قلت لها ان انا هتجوز وجوزي مش عايزني اشتغل. ايه بس برضو يعني مش المفروض تسيبيه؟ يا سلام، افضل اشتغل عندها وانا مليونيره؟ طبعا حرام. ايوه يا حسين، انا اقول العربيه اللي انت اديتني رقمها، بس شكله حاسس بيها وبيزوغ مني، بس خليه يجيب اخره. المهم طمني، انت وصلت لحاجه؟ ماشي ماشي. سلام.
أمينة عايزك. بعدين يا عادل، ابقى فوت عليا بكرة الصبح. الموضوع ما يستناش، ابقى افتحي تليفونك، افتحي تليفونك. هاي يا رحمة، عايز تعرفي ايه؟ كل حاجة طبعا. طب وعديني ان الكلام اللي بيننا ده مش هيطلع برانا ولا حتى اليسرى. والختمة الشريفة ما هيطلع برانا ابدا ولا حتى اليسرى بنتي. الفلوس اللي مع يسرى دي مش من واحد غني هي كانت متجوزاه، دي من تجارة الآثار. يا لهوي، ايه دي بقى عشان اكمل؟ كملي كملي. تجارة الآثار دي مضمونة، فلوسها حلوة قوي، بس الغلطة فيها بموتة. احمدي ربنا بقى انها اختارت السكة دي وما اختارتش السكة البطالة. انا بقول كده عشان اطمنك. تطمنيني؟ تطمنيني ده ايه كده برضو يا يسرى؟ انا كنت عارفة، قلبي كان حاسس ان الفلوس الكتيرة ديك وراها سر. بس عموما هي صلحت غلطتها وعوضتك عن كل ده وكتبت لك كل حاجة باسمك. حد الله ما بيني وبين اي قرش حرام يجي منها. لا، هو انا ربيتها غلط؟ قوليلي يا رحمة. لا يا ست الكل، انت ربيتيها صح وما غلطتيش، بس هي عملت كل ده عشان تعوضك عن الشقة اللي انت شفتيه واختارت اسهل واشرف طريق. حد الله ما بيني وما بين اي قرش حرام هيجي منها. لا، انا لازم اخلص من الفلوس ديك وفي اسرع وقت. لا انت كده هتزعليني بقى، يعني عشان قلت لك الحقيقه؟ يا بنتي كله حرام، واذا كان دوت هو اللي هيكفر عن ذنب بنتي وينظفها من تاني، انا هضحي بالفلوس دي كلها. ما اعرفش بقى يا ماما اللي تشوفيه. خلاص انت بس تساعديني في ان انا اخلص من الفلوس ديك. عايزة ابني جامع، ملجأ، مستشفى. عموما هسيبك تفكري لبكره الصبح، واللي تأموري بيه انا هنفذهولك. الامر لله يا بنتي، الامر لله، الامر لله. تعالي حبيبي. سواء قالت لي انك عايزاني. عايزاك تختار لي الاحلى في دول. كلهم حلوين. ايوه انا عارفه كلهم حلوين مش بتوعي، انا عايزاك تختار. ده حلو قوي. شيك، ذوقك راقي زي مامي بالظبط. يلا مش خساره فيها. ايه ده مين دي اللي هتديها ختم زي ده؟ رحمه. عارف يا شاب، انا لو ما كنتش كتبت كل املاكي باسمك كان نفسي اديها شقه المهندسين او اديها مبلغ كبير تعيش منه، لكن ان شاء الله جوزها هيعوضها عن كل حاجه. ثانية واحدة بس، انتي كتبتي كل املاكك باسمي؟ طبعا يا حبيبي. هو انا عندي حد في حياتي غيرك انت ورحمة؟ عارف يا شاب، انا رحمة هتوحشني قوي، مش قادرة اصدق انها هتفرقني، بس انا برضو مقدرش اكون اناني واقول لها اقعدي جنبي ما تتجوزيش. انا جنبك اهو يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. الو. ايوه يا عادل. ايوه يا امينه، انت قافله تليفونك من امبارح ليه؟ وجيت لك عند فيلا مرعي ما لقيتكيش. اصطبح على الصبح يا اخويا وما تطلعش زرابينك عليا. ايه في ايه؟ في ان حسام بيراقب بنتك ورحمه ووراء وايمان. يا نهار اسود. زينه قومي اصحي قومي. ايه في ايه؟ ماما ناهي اتكلمت رشيد بيه واقنعته انه يقابل عمرو، ورينا قاعده معاهم دلوقتي، وهتكلم عمرو يقابل بابا النهارده. بتتكلمي بجد؟ ايوه. ما تهزريش بقى. والله ما بهزر. قومي هم عايزين نروح. يلا تعالي. بصي امسكي النوتة دي
فيها ارقام الصحفيين ومحطات التلفزيون، كل فتره لازم تكلميهم. صباح الخير. روحي يا سهى حضري لي الفطار لو سمحتي. ده ايه ده؟ علشانك احلى خاتم عندي، ما استخسرتوش فيكي، اعتبريه هديه جوازك مع اني ما شفتش العريس لحد دلوقتي. ده كتير عليا قوي. مفيش حاجه كتير عليكي يا رحومه يا حبيبه قلبي. ده شهاب كمان كان نفسي يكتب لك شقه المهندسين، بس انا قلت له استنى شويه لما نشوفها هتعمر في الجواز ولا لا، ما انا عارفاكي. وبعدين يا حبيبتي انت ليكي اوضه هنا تيجي فيها اي وقت انت وعريسك. يا حبيبتي يا فريده، انا مش قادره اصدق انك انت هتسيبيني يا رحمه. هتوحشيني قوي 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 قوي، انا متاثره جدا من بعادك. هتسالي عليا يا رحمه؟ طبعا يا فريده. قبل رحمه، خالتي امينه عايزاكي على الباب. طيب قولي لها جاي. خلاص بقى خلي شويه لبعدين، انا مش ماشيه دلوقتي، بلاش الدراما دي. لا انت عارفاني انا ملكه الدراما، اول ما اعتلي المسرح افضل اقول 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 لغايه الجمهور ما يسقف. طب خلي شويه المسلسلات رمضان. اوكي. ايه خير يا ماما؟ حسام بيراقبكم. ايه؟ بيراقب مين؟ وعرفتي ازاي؟ بيراقبك انتي ويسرى وولاء وايمان. عادل هو اللي قال لي. انت مخبيه عني حاجه؟ لا. طب خدي بالك وحذري البنات. وبعدين فلوس يسرى دي انا مش هخلص منها. ساعي عليك النبي يا بنتي تساعديني. حسام ده باين عليه ابن كلب وهيدوس على الكل. حاضر حاضر يا ماما، ما تقلقيش انت، ما تقلقيش. طيب انا همشي، خلي بالك على نفسك. انا ماشيه. مروه، احنا نازلين مع سيف بياكلي الولاد. ها، وكلمي النجار عشان يجي يشوف باب المخزن ده ما بيفتحش ليه، بس ما تخليهوش يبتدي شغل غير لما يجي. ها. حاضر يا فندم. يلا بينا بقى يا ايمان، ما تضيعيش وقت. خش خش. في ايه؟ ايه اللي جابك؟ انا استقلت من الشغل يا ولاء. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصلت يا حبيبتي، انا بس يعني عايز اتفرغ للشغل بتاع بالليل مع الراجل اللي انا بشتغل معاه ده، ومضطر اسافر معاه دلوقتي، فجيت اسلم عليكي عشان ما تقلقيش واقول لك هتوحشيني. هو في سفر فجاه كده؟ وبعدين انت اصلا من امتى تاخد قراراتك لوحدك؟ احنا مش بنتفق مع بعض الاول؟ يا حبيبتي انا شايف انه ده احسن لي ولمصلحتي. عموما خلي بالك من نفسك، انا لازم امشي دلوقتي. ماشي براحتك، انت حر، بس هنبقى نتكلم لما ترجع. حاضر. خلي بالك من نفسك بقى. ماشي. استنى. طيب مسك عربي يا عم. يلا. ايوه يا مروه، لبسي عمر ويوسف دلوقتي. خالد هيجي ياخدهم ويجيبهم لنا على الكلاب هاوس. لا لا لا، مش هتيجي معاهم، خليكي انت في البيت. بس بسرعه يلا عشان هو على البوابه. يلا سلام يا مروه. بصراحة عمري ما تخيلت ان انتوا الاتنين تبقوا بالوساخة دي. اللي انت بتقوله ده يا سيف؟ شش، انتوا الاتنين تخرسوا خالص. سيف اسكتوا يا محترمة انتي وهي. يا ام عمر، يا ام يوسف. واضح ان انتوا الاتنين كنتوا فاكرين ان انتوا اتجوزتوا واحد اهبل. بس انا ما بلومكمش، لان انا فعلا كنت اهبل. لما انا اخلف مراتاتي الاتنين ولدين وانا اصلا ما بخلفش،
ابقى شهبل بس، ابقى قرطاس كبير. سيف انا ماليش دعوه. نلم الدور ونفضل محترمين لحد الاخر عشان ما نلمش الناس حوالينا. بصراحه انا احترت قوي، ما عرفتش اتصرف معاكوا ازاي. يعني ابلغ عنكوا ولا افضحكوا ولا اسجنكوا ولا اقتلكوا؟ سيف خليني بس اشرح. مات الكلام. وحبيت اقول لكم بس، الفلوس اللي انتوا اديتوهاني عشان الشغل ما كانتش عشان الشغل. وبالنسبه للبيت والاتيليهات انا بعتهم. ومن الاخر كده اي حاجه كان اسمي فيها او كان معايا توكيل بيها انا اتصرفت بيها. بصراحه الموضوع كان سهل جدا جدا. اما بقى بالنسبه للعقد والتلاتة مليون والخمسة مليون، بلوها واشربوا ميتها. اصل انا قررت ان انا مش هطلقكم. هتفضلوا كده عايمين، ولا متطلقين ولا متجوزين. وبعدين انا عارف ان موضوع الطلاق ده مش هيفرق قوي معاكم، بما انكم يعني كنتوا مقضيينها طول ما احنا متجوزين. يا سيف اللي انت بتقوله ده. متر الحمام فين؟ هو صحيح، قبل ما انسى، يا ريت تفضوا الفيلا في اقرب وقت، لان المشتري هيجي يستلم بعد اسبوع. وعارف ازاي؟ هو ده اللي هعملك دلوقتي، عارف ازاي؟ المصيبه اللي احنا فيها دي. انا ماليش دعوه، انا هقول له ان عمر فعلا مش ابنه، بس انه ابن سمير وان انا ما كنتش اعرف. طبعا انت طول عمرك ما بيهمكيش الا نفسك. انا هعمل ايه؟ انت بس عمك تتخانقي معايا انا؟ ما تفكري تقولي له ايه في المصيبه اللي انت فيها. مش عارفه ورا في عارفه هتشل. لو سمحت، هو مستر سيف راح فين؟ انا بس عاوز اقول لحضرتك ان الفتره اللي فاتت دي كانت فتره صعبه قوي بالنسبه لي، يعني كان فيها لخبطه كتير فبعدت عن كل الناس وحصل فيها مشاكل، بس خلاص انا فعلا اتغيرت ومستعد اعمل اي حاجه عشان حضرتك ترضى ان انا توافق ان انا اتجوز لينا. ناوي تعيشوا فين؟ هنعيش يعني انا تمام، عندي فيلا في مدينتي ومجهزه ومفيش يعني ما عنديش اي مشكله. مدينتي؟ مصطفى، ايه ده؟ هو انا مش قلت ما يبتديش شغله غير لما اجي؟ لا مؤاخذه يا بنات، اصل انا كنت مستعجل فبدات على ما حضرتك ما تيجي. هو حضرتك لسه واصل من خمس دقايق وانا كلمت حضرتك كتير ما رديتيش عليا. وشك حلو يا مدام، اول باب اتفتح بس انا احتاج كلون جديد. طب ما تركبه، مستني ايه؟ حاضر يا مدام، هروح اجيبه عشان اللي معانا مش هينفع على الباب ده. طب يلا ما تاخرش. حاضر. انت متاكد من اللي بتقوله ده يا فؤاد؟ اوكي. لا متشكر قوي. سلام. مش قلت لك يا عاكف؟ يا رشيد
رشيد ما هو بيقول لك ما كانش فيه اي حد واخد باله من الارض دي اساسا. انا مش واثق في الواد اللي اسمه مسعود ده. انا سالت كل الناس اللي ليهم علاقه بالشغلانه، اكدوا لي ان مفيش ارض في الفيوم فيها اثار ولا نيله. ما هو بالعقل يا رشيد، لو حد عارف ان في ارض في الفيوم فيها اثار هيسيبوها لنا ليه؟ على الاقل يبقى عندهم علم. ماشي، انا همشي معاك لغايه الاخر. هنفترض ان في حد عارف ان في ارض فيها اثار، هيسيبوها لنا كده اهو تفاحه مقشره. بقول لك يا عاكف، انا مش عيل صغير عشان واد زي اللي اسمه مسعود ده يضحك عليا. حاسس كده ان الموضوع فيه انه. المهم هنعمل ايه دلوقتي؟ هنستنى يا رشيد، مفيش قدامنا اي حاجه غير اننا نستنى. وفي شغلانتنا دي انت عارف الخيانه ملهاش غير رد واحد، وهو عارفنا كويس قوي، وعارف انه صعب يعمل معانا الحركات بتاعه المراهقين دي، مش كده ولا ايه؟ طب لو خد الفلوس وخلع؟ مش هيقدر. ومن احنا ورانا ايه؟ نستنى يكلمنا لغايه بكره، ما كلمناش ناخد بعضنا ونطلع على يسرا وهي تشوف لنا حل للحكايه دي كده. تمام ماشي، لما نشوف اخرتها. ابني راح، ابني اللي طلعت بيه من الدنيا راح. معلش يا امين، ان شاء الله هتلاقيه والفلوس كمان هترجع. لا خلاص يا يسرا، حاسه انه خلاص. طب اهدي بس، ما هو العياط مش هيرجعه. انتي لازم تهدي وتفكري ازاي ممكن نوصل لسيف عشان نرجع ابنك وفلوسك. فلوس ايه؟ فلوس ايه تغور الفلوس في 60 دقيقة؟ مش عايزاها، انا عايزاها دي، انا عايزاها. طب اهدي بس، اهدي. ما انتي كده مش هتعرفي تفكري، انتي لازم تفكري سيف ممكن تكون ايه خطوته الجاية عشان نعرف نوصل. بصراحة يا امانة انتي غلطانة، ما كانش ينفع ابدا انك تلبسي ابن سمير لسيف. كده كده سيف كان عارف انك كنتي متجوزه، وكان ممكن يقدر ده، وممكن كان يربي لك ابنك كمان لو كنتي عايزه، لو كنتي دخلتي معاه عدل من الاول. انا اسفه في الكلام يعني. اي واحده فيكم لو كانت مكاني كانت هتعمل كده؟ يعني كنت اكتب ابني باسم واحد حرامي ونصاب ومقتول، ولا كنت اخلي ابن ناس؟ طب روقي روقي، خلاص بلاش عياط، مش هيعمل حاجه دلوقتي. انتي لازم تهدي عشان نعرف نوصل لسيف. ما تكلمي لنا رحمه تشوفيها تيجي تساعدنا في اللي احنا فيه ده. تفتكري هيرجع؟ هيرجع. بس ايوه يا رحمه. ايه يا يسرى حبيبتي؟ انتي فين؟ انتي مش قلتي انك جايه؟ انا جايه على طول، بس كنت مشغوله مع فريد. طب يلا تعالي والنبي. ماشي اوكي يا حبيبتي، انا جايه لكم على طول. باي. مش عارفه مالها، صوتها مش مريحني. المهم فهمتي يا زكي؟ بس ده خطر عليك يا رحمة. اهو بقى اللي حصل، وربنا يسهل، كل حاجة ماشية تمام. خلي بالك من نفسك. وانت كمان، وخد بالك من ابوك، مش عايزاك تسيبه ابدا. انت دلوقتي مش محتاج خلاص السايبر، اللي انا سايبهولك ده هيقضيك تبتدي حياتك من اول وجديد على نظافة. عايزاك تبقى واد زي الفل، ماشي؟ وتسيب البت المعفنة اللي انت خاطبها دي، وتاخد واحدة مزة جديدة كده تليق بمقامك. ماشي. واللي يسألك عليا انت عارف هتعمل ايه. ايوه يا فندم، رحمة لسه ما جاتش. ماشي. تعالي يا رحمة. أنا مستنياكي. شايفاكي وأنت عمالة تقدمي رجل وتأخري رجل. مالك؟ هجيلك أكيد يا فريدة، يعني هروح فين؟ خلاص يا رحمة. طبعا هجيلك، عمري ما هنساكي. امال انا عندي ليه احساس غير كده؟ احساسك ده بيكذب. يا ريت. خدي بالك من نفسك يا رحمة، هتوحشيني قوي. انتي قوي يا حبيبتي. طب يلا بقى امشي، انا مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. مش كفايه ان ده اخر فنجان قهوه اشربه من ايدك يا حبيبتي يا فريده.
وحشيني انت كمان، ودي بالك من نفسي.